وصلوا سنة ونص فايتين على لبنان، بس بدك تحكمي من سنة ونص، ما فيك تحكمي. لا أنا اليوم ما بدك تحكيني على لبنان، أنا عم بحكيك عن نجومية بسوريا. طب ليه ما عندكم أنتم نجومية دائمة بسوريا؟ في عنا في مؤقتة، بس الدائمة ما أنا اليوم ما بدي تجيب لي سيرة. وين راح؟ جورج وسوف هيدا حالة خاصة ما بنحكي فيها نحن اليوم. ليش نجم مؤقت عندك هلأ؟ مين؟ أعطيني حدا نجم دائم مثل جورج وسوف. نجم دائم عندك علي الديك هلأ مكسر الدنيا، عندك حسين الديك هلأ مكسر الدنيا، عندك ناصيف زيتون مكسر الدنيا، عندك محمد المجذوب مكسر الدنيا، عندك في كتير كلهم أصواتهم رائعة وكلهم نجوم. بس تعتبرون نجوميتهم مثل ما وصلوا سنة ونص فايتين على لبنان، بس بدك تحكمي من سنة ونص، ما فيك تحكمي. لا أنا وصلوا سنة ونص فايتين على لبنان، وصلوا سنة ونص فايتين على لبنان، وصلوا سنة ونص فايتين على لبنان، بس بدك تحكمي من سنة ونص، ما فيك تحكمي. لا أنا اليوم ما بدك تحكيني على لبنان، أنا عم بحكيك عن نجومية بسوريا. هذا ما قاله الفنان السوري حسام جنيد منذ سنوات عن اتجاه نجوم سوريا نحو لبنان ليحققوا شهرة عربية، وأن لبنان يصل بالنجم السوري في الغناء إلى الشهرة العربية، ونحن وضعنا هذا الفيديو لرفضنا أي إساءة لهذا الوطن العظيم، كما نرفض الإساءة لسوريا العزيزة ولكل وطن عربي. ولا تنسوا فضل سوريا عليكم، لأنه سرماية سوريا مفضلة عليكم كلكم. كوليس ما بعد المشهد.